السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جاي لكم فيديو جديد. الفراخ بتاعتنا زي ما انتم شايفين، أو أقدر أقول لكم المزرعة الصغيرة بتاعتي اللي أنا عاملاها. زي ما أنا كنت قلت لكم في الأول كده، يعني الحمد لله إن أنا كبرت الموضوع كده، وإن شاء الله يعني هحاول إن أنا أعمله كتجارة، يعني هحاول بإذن الله إن أنا أجدد الفراخ ديت. يمكن كل 10 أيام كده هحاول إن أنا أجيب فراخ صغيرة واكبرها، قعد 10 ايام وان شاء الله ممكن يعني ابيع. ده اللي انا بفكر فيه الايام دي. فيعني انا بقول لكم كده ان شاء الله، يعني على اساس ان اي حد غاوي ان هو يعمل المشروع دوت يشجع ويعمله معايا، تمام؟ انا بعمله معاكم على اساس ناس كتير تشجع. يعني ان شاء الله كده الفراخ دي النهارده عمرها اسبوع، كمان 3 ايام كده وباذن الله. يعني احتمال، هي حاجه من الاثنين، احتمال ان انا ابيعهم كلتهم وارجع اجيب دفعه صغيره تاني عمر اسبوع. الفرخ بسم الله ما شاء الله دلوقتي، يعني لو هو 10 عمر 10 ايام ما شاء الله يجيب سعر كويس جدا. احنا كنا جايبينه يا جماعه ب 3.5 جنيه، دلوقتي لو انا بعته عمر 10 ايام ما شاء الله هيجيب لي سعر كويس. وباذن الله لو انا بعته برده هقول لكم يا جماعه انا بعته بسعر كذا. اما الناس اللي هي بتقول لي بقى يا مشيماء، طب انا لو عملت مشروع هسوقه ازاي؟ دلوقتي يا جماعه السوق عاد موجود، يعني اي حد ممكن ان هو ينزل يعني يعملوا كمشروع ويسوق المشروع بتاعه في السوق عادي. في تجار كتير بتاخده، وعلى فكره في دكاتره بيطريين، في ناس اهالي بتطلب منهم الفراخ عمر مثلا 10 ايام عمر 20 يوم. ده اللي انا اعرفه، يعني على اساس كده ان انا بقول لكم باذن الله هعمل المشروع دوت، ويمكن اديه دكتور بيطري، تمام؟ على اساس كده، ولو نفع معايا هقول لكم برده. وفي خلي بالكم برده ناس ممكن تعمله يعني توصل الفرخ كيلو كيلو ونص. في ناس كتير اللي هما بياخدوا الفراخ البيضاء، يعني ناس بتباعوا الحاجات ديت اللي هما بتوع المحلات، يعني بياخدوا الفراخ البلدي كويس جدا. يعني انت لو انت سبتيه عندك لغايه ما الفرخ مثلا جه كيلو ونص، ده هيبقى كويس جدا. وعلى فكره الفراخ البلدي بتروح بسعر كويس جدا، تمام؟ يعني طيب تعالوا بقى نخش في الموضوع بتاعنا، علشان بس انا كنت بقول لكم السؤال دوت على اساس الناس اللي بتقول طيب اعمله مشروع وهسوقه ازاي، تمام كده يا جماعه؟ دي لو انتوا حابين. في ناس جيرانكم لو انتوا مثلا اتفقتوا معاهم ولا حاجه ممكن برضه هيفرحوا بالتربيه الباتئ اللي زي ديت وهياخدوها منك. يعني انت لو انت مثلا عندك وعرفت جيرانك ان انا هعمل المشروع، وابدأ بصغير، محدش يبدا كبير. يعني انت لو انت عرفت جيرانك جبت 200 فرخ ولا حاجه، وعرفت جيرانك ان انا هجيب وهكبر وهبيع مثلا عمر 10 ايام عمر اسبوع، خلي بالكم يا جماعه الناس بتفرح بالحاجات دي كويس جدا، بالذات التربيه الباتئ ده بيبقى حلو قوي. بيفرحوا ليه؟ لان الفرخ بيبقى يعني متربي جاهز زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله الفرخ اهوت، يعني شايفين بقى عامل ازاي، بقى حجمه عامل ازاي قدامي. ده عمر اسبوع ما شاء الله كويس جدا، عمر اسبوع الفرخ لا كل ولا شرب معايا وما كلفنيش حاجه، وهبقى بسعر حلو. ده احسن مشروع يا جماعه. محدش يقول بقى احنا في الحر طب انا هجيب الفراخ تموت مني. احنا في الحر يا جماعه ما شاء الله الفراخ قدامكم اهو، انتوا شايفين وانا مربيها معاكم ومجيباها معاكم يوم بيوم، ما شاء الله الفراخ زي الفل. يعني الفراخ مصحصحه وبتجري وبتروح وتيجي وزي الفل. كل الموضوع خالص ان هو محتاج شويه اهتمام منك. يا دوبك ما كلفنيش الا الكرتونه اللي انتوا شايفينها ديت، وجبت لهم نشاره، والنشاره موجوده ما شاء الله ثلاث ارباع الشكاره لسه موجوده عندي لغايه دلوقتي. ودي خلي بالكم النظافه دي بتخلي الفرخ يجي يوم بيومين، يعني كل ما باجي انضف لهم الكرتونه زي ما انتم شايفين كده الكرتونه مش هي، انا يا دوبك لسه منضفاها النهارده. شايفين بقى الجر اهو، يعني بفضل شويه جر تحتهم كده، الفراخ بتفضل تنكش كده تحت مني، لان الفراخ زي ما انتم عارفين ان هي بتحب ان هي تقعد تنكش. والمكان ما شاء الله واسع وكويس جدا. يعني اللي يشوف الفراخ ديت ما يقولش عليها عمر اسبوع، يقول اكتر من اسبوع، وهي في الحقيقه عمرها ما شاء الله النهارده اليوم السابع لهم، تمام؟ الفراخ ما شاء الله كويسه جدا معايا وزي الفل. هو كل الموضوع خالص يعني كل ما عليكي ان انت هتهتمي بس بالنظافه وبالتهويه. وعلى فكره يا جماعه الموضوع دوت من يوم انا ما جبته المشروع بتاع الفراخ ديت ما لقيتش لمبه خالص لهم، علشان الناس اللي هي بتقول لي طب اقل لهم لمبه او اعمل ايه، حطاهم في الكرتون. انا قلت لكم الكرتونه طولها مترين في متر، وحطاهم في قلب المكان دوت، ما بقتش خالص، يا دوبك الشباك مفتوح لهم، هو ده بس اللي بيجيب لهم الهواء وبيجي لهم الاضاءه، يعني بتبقى اضاءه ربنا بس كده، لان طبعا انتوا عارفين الجو حار، مش مستحملين ان انا كمان ازود عليهم واحط لهم لمبه، هم مش مستحملين. يعني من اول من عمر يوم لغايه النهارده ما حطت لهم شيء، لا لمبه ولا اضاءه ولا اي حاجه. بس خلي بالكم يا جماعه ده مش معنى كده ان انت مثلا ممكن تجيب الفراخ عندك تحطها في اوضه واسعه او على السطح ولا بتاع وما تحطلهاش اضاءه، لا. ممكن انت تسيبهم طول النهار وبالليل احط لهم اضاءه تنور لهم، بس المهم عند الفراخ لا تصهد قوي ولا تعرق
ولا تكون بردانه قوي، تمام، بيكون الاضاءه عندي او التهويه عندي وصلت كده كويس. بعد ما نضفت لها وخلصت لها خالص اهوت ووريتكم الفراخ، ما شاء الله انا قلت لكم على الفيديو الجاي باذن الله الفراخ عندي هجيب لي الكرتون، يعني انتوا شايفين العدد، لان الفرخ كل ما ده بسم الله ما شاء الله بيكبر، شايفين يعني يعتبر الكرتونه دلوقتي اتملى الدهون كده. فباذن الله يومين ثلاثه كده ان شاء الله وهقوم خارجاهم في البلكونه وهنجيب بدلهم بقى في المكان دوت دفعه فراخ بيضة، تمام كده، يعني يا اما هنقلهم في البلكونه يا اما لو ان شاء الله جاب له سعر كويس كده هقوم بيعاهم وهرجع اجدد تاني فراخ صغيره كتاكيت صغيره تاني وهبيعهم برده في نفس العمر دوت، وان شاء الله هتبقى دوامه بقى، يعني هتبقى بقى يعني ايه اشتغل في الموضوع ده كده على طول لو الموضوع فلح معايا، تمام. فدلوقتي بقى تعالوا بقى نشوف احنا عاملين لهم ايه. ان شاء الله يا جماعه يعني عشان الناس اللي عايزه تجيب تربيه فراخ بيضه ان شاء الله بعد الدفعه دي كده مخلصها هقوم جايبه مكانها دفعه تاني فراخ بيضه، عشان الناس اللي حابه تبدا معايا دفعه ان شاء الله هجيب دفعه وهربها برده معاها. انا عامله لهم النهارده بقى خلطه كويسه، لان طبعا احنا بدانا في الخلطات، انا قلت لكم عمر اسبوع بنبدا يا جماعه بقى في الخلطات، وقبل كده كنت انا عملت معاهم خلطتين. على فكره بقى ان يعني ما عادش احط بقى تحصين خالص، احنا بقى هنربي الفراخ بتاعتنا ديت طبيعي باعشاب بخلطات طبيعيه بكل حاجه، لان هستهلك لادويه ولا ان شاء الله هنستهلك اي حاجه، هنربي طبيعي بالخلطات الطبيعيه بتاعتنا. خلاص احنا جبنا دواء الاستقبال كان اخر يوم فيه، انا قلت لكم يعني هديله كده حوالي 5 6 ايام وخلاص خلصناه. ابتداء من النهارده بقى هندي ايه، هنحط كده عصر ليمون على الميه، هنحط شويه خل، معلقه عسل، الحاجات اللي هي الطبيعيه بتاعتنا الحلوه ديت اللي بتخلي الفراخ بتاعتنا ما شاء الله تمشي كويس جدا وما تتعبش، تمام. وعامله خلطه برده حلوه قوي هنحطها للفراخ معاكم، ده هتشوفوها معايا برده ان شاء الله. شوف بقى كده انا جايبه لهم ايه اهوت، ده الخلطه اللي احنا هنحطها النهارده، محدش يستغرب بقى ويقول ده كلاتي ديت، لا دوت قرفه اهو، يعني معلقه صغيره كده بتاعت شيء قرفه، شويه زنجبيل صغيرين يعني يمكن نص معلقه بس مش هنكتر فيه زي ما انتم شايفين اهوت، ودوت نعناع، كل ده عشان المشاكل التنفسيه بقى الحاجات دي كلها عشان الفرخ يمشي معايا كويس يبقى صحته حلوه. عندنا كمون وكزبره ده برده عشان المشاكل المعويه، عندي شويه كركم شويه نعناع، كل الحاجات ديت انا هجيبها كده واحطها على الخلطه بقى بتاعتي اللي انا عاملاها لهم النهارده اهي. ده كده اهوت العلف اهو، من كل نوع كده هنحط يعني ايه، الكزبره هنحط منها نص معلقه كبيره، الكمون نص معلقه، القرفه الحاجات دي كلها، والزنجبيل اهو. ده كده يا جماعه اهي الخلطه انا رشيتها على العلف زي ما انتم شايفين وهقلبها دلوقتي ونحط الفراخ ما شاء الله دلوقتي كده. وعلى فكره يا جماعه محدش يكتر من الاعشاب اللي احنا بنحطها ديت، تمام، عشان زي ما قلت لكم قبل كده الكتره مش كويسه، يعني الحاجات بتتحط يعني على القد بالظبط. هنحط بقى الفراخ دلوقتي تاكل اهو، تعالوا بقى كده نشوف هنحط لهم ايه في الميه دلوقتي. ده كده انا حطيت لهم الاكل هم زي ما انتم شايفين، ومحدش بقى يستغرب يا جماعه يقول لي ده هم كده هيوقعوا الاكل او هينعكشوا فيه، لا ان شاء الله هنبدا بقى ان احنا نجيب علفات ونحط لهم علفات. الفراخ بتاعتنا خلاص ما شاء الله دلوقتي كبرت، هنبدا بقى من هنا ورايح نجيب علفات علشان ما عندوش ينعكشوا، بس هم ما شاء الله ما بينعكشوش ولا بيعملوا فضلات في الاكل ولا اي حاجه. دلوقتي كده بقى انا معايا ايه، ليمونه اهوت هنحطها لهم على الميه بتاعتهم، الليمون ده كويس جدا فاتح شهيه ومضاد حيوي الفرخ في نفس الوقت كويس جدا. يعني الناس اللي هي بتقول لي طيب اعمل لنا يعني خلطه مشمئة تزود الحجم والحاجات دي كلها، هي تزود الحجم يا جماعه او الخلطات ما بتبقاش خلطه واحده، انا مش هقول لك خلطه واحده يزود معاك الحجم، انا ممكن اقول لك الخميره، الخميره دي بتبقى كويسه جدا، يعني دي اللي انا اقدر اقول لك حطي منها مرتين في الاسبوع، دي احسن حاجه هتزود معاك الحجم وتخلي الفرخ معاك يشيل وزن، بس هي الخلطات بتاعتنا مش خميره بس، لا ده في خلطات كتير جدا يعني حاجات كتير انا ما اقدرش ان انا اقعد اكتبها لك او اقعد اعدها لك. الناس اللي هي حابه تتابع معايا، واللي عايزه تعرف اكتر ممكن تجيب الفيديوهات القديمه وهي هتعرف منها خلطات كتير هتستفادوا منها. يعني ده بقى يا جماعه الميه اهي، ومعايا الليمونه، انا هحط الليمونه دي كلها يعني هحط الاثنين مش هحط نص ولا حاجه، لان يعني الليمون مش مليان ميه قوي يعني ولا حاجه، وبقى احسن كمان لو انت حطيتها بقى لهم معلقه عسل ده تبقى احسن كمان، بس انا بصراحه العسل مش متوفر عندي دلوقتي، فان شاء الله انا هجيب لهم برطمان كنت دايما بجيب لهم واسيبه لهم، بس هو دلوقتي خلصان. العسل ده يعتبر يعني بيطهر معدتهم فاتح شهيه كمان. خلاص ده كده ميه الليمونه اهيت حلوه قوي لهم.
حطيت لهم اهي فيه وعيه تانية كمان هعملها لهم برضو نفس الشيء هحطها لهم بقى. لو انت انا بحط لهم وعيه جاهزه دي كده اللي انتوا شايفينها هناك دي عند البلاطه اللي انتوا شايفينها دي بحط لهم، فان شاء الله هعمل لهم كمان وعيه على اساس ايه في اللي يشرب الجاهز واللي يشرب الجاهز. النهارده عملنا ليمون، بكره بقى ان شاء الله نجيب معلقه خل كده ونحطها في الميه، بعد كده نجيب بقى معلقه عسل بليمون، الحاجات الحلوه ديت ان شاء الله هتشوفوها معايا وباذن الله هتستفادوا كتير. وتربيه الاعشاب احسن 1000 مره من تربيه الادويه يا جماعه، علشان الناس يعني ايه اللي هي بتجيب دايما ادويه، خلي بالكم يا جماعه كتر الادويه ديت، علشان الناس اللي بتقول انا بدي ادويه كتير وما بيجيبش معايا نتيجه، كتر الادويه دي بيعمل مناعه عند الفرخ، يعني ايه؟ يعني مش بيخلي جسم الفرخ يستفيد من الادويه دي، دي طبعا من كتر اي حاجه بتحصل بنقول ايه هاتوا دواء للفراخ، هاتوا دواء للفراخ، وخلي بالكم معظم الادويه دي ما بتجيبش اي نتيجه، يعني دي حاجه انا بقولها لكم عن تجربه. احسن حاجه الاعشاب الطبيعيه والخلطات الطبيعيه اللي بتبقى من قلب بيتك، انت بتبقي ضامنه الفرخ عندك مش واخد ادويه ولا واخد كيماوات ولا الحاجات دي كلها، بيبقى الفرخ عندك ما شاء الله كويس. حتى لو انت جيتي تبعت فرخه، وعلى فكره يا جماعه انا بستعمل الاعشاب الطبيعيه ديت للفراخ البلدي والابيض كمان للفراخ البلدي، وحتى البط برده انا بعمل له نفس الشيء تمام. حتى انت لو يعني جيتي دبحتي فرخه او دبحتي بتاع بتلاقيها ما شاء الله نفسها كويس جدا، احسن من الفرخ اللي هو بيبقى واخد ادويه وكمان بيعمل مناعه عند الفرخ، وناس كتير بتقول مش يعني الفراخ عندي بتبقى تعبانه وبجيب لها ادويه ما بتعملش عندها اي حاجه تمام. فان شاء الله تابعوا معايا، ولو كنت هتعملوا مشروع برده تابعوا معايا ان شاء الله، هتستفادوا مني كتير وهتستفادوا ان شاء الله من القناه بتاعتنا كتير. وعلى فكره يا جماعه لو انتوا عايزين تعملوا مشروع ما حدش يجيب البلد الصرف، ليه؟ البلد الصرف بيبقى حجمه صغير جدا جدا ومش بيديكي لا وزن ولا حجم. افضل حاجه هتعملها مشروع في الفراخ البلدي هاتي اللي هو المشاعر اللي انتوا شايفينه الابيض قدام كده، ما شاء الله خلال اسبوع شايفين الاحجام بتاعته عامله ازاي، ده نوعيه كويسه جدا. وده الفيومه، عشان الناس اللي هي بتقول لي الفيومه شكله ايه مشيماء، الناس اللي هي كانت بتقول لي بيبقى في دماغه خط اهو خطين اهو، ايوه يا جماعه ده اللي هو بيبقى البني ده اللي فيه خط بني وخط ابيض، ده بيبقى الفيومي اللي انتوا شايفينه، ده اسمه فيومي روز على فكره يعني، انما الفيومي الثاني ده بيبقى حاجه ثانيه تمام، بس بيبقى ما شاء الله كويس جدا وبيبيض على 4 شهور هو والمشاعر اللي قدامك ده. عشان بقى ما اطولش عليكم اكتر من كده ان شاء الله استنونا في الفيديو الجاي باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.